وصلتها؟ اه يا ماما وصلتها وشلت لها الشنطه واطمنت عليها لحد ما فريده خدتها من الحب. تصدق من ساعه ما نزلته باباك ما نطقش كلمتين على بعض. خليه ساكت احسن يا ماما، اديكي شفتي لما اتكلم عمل ايه. تصدق ساعات بعذره. بتعذري في ايه بالظبط يا ماما؟ في السفر ولا الدكتور سعيد ولا انا مد ايده على مليكة؟ بتعذري في ايه بالظبط؟ في كل اللي بيعمله، وخصوصا بقى مروحه لدكتور سعيد. زاد قوي عن حده لدرجه قلقاني انا شخصيا. قلقاكوا في ايه يا جماعه؟ انا مش عارف انتوا قايلين نفسكم الدكتور سعيد ليه؟ ما بيعالجها والعلاج جايب نتيجه. نتيجه؟ انت مش شايف كانت بتتكلم مع باباك ازاي وردت عليه ازاي؟ بقى بذمتك دي اختك؟ دي مليكة؟ يا سبحان الله، قلنا نعمل تحليل الدي ان ايه رفضته. باباك هو اللي قال لا. انت مش عارفه الدنيا مقلوبه علينا ليه يا شريف؟ فعلا يا ماما، هو ده السؤال. هي الدنيا مقلوبة علينا ليه؟ بس في حاجة غامضة يا ماما. فكرة رفض بابا قوي إن احنا نعمل تحليل الدي إن إيه ده ملوش علاقة بارتباطه بمليكة. الموضوع أكبر من كده. الموضوع فيه سر يا ماما. سر؟ آه سر. بس الحاجة اللي مطمناني إن مفيش سر بيفضل للأبد. أكيد بيجي له يوم ويتكشف. مهما كان اليوم ده بعيد.